مساء الخير عليكم، انا نانسي هاني. النهارده هعمل لكم سموكت سالمون كيك او تورته الصمام في النيل. هنحط السالمون المدخن هنا في الكبه، خدت الشويه المقطعين او تقريبا شريحتين هحطهم هنا في الكبه. حطينا علبة ونص دومتي كريم تشيز، وهنفضى عليهم السالمون المدخن اللي احنا فرمناه في الكبة. هستخدم توست ابيض، هشيل الاطراف بتاعة التوست بالطريقة دي. هرص التوست كله في الصينية بالطريقة دي. حطيت اول طبقة من التوست اللي متشال اطرافه، وهبدأ احط الجبنة الدومتي السبريد اللي متضاف عليها السالمون المدخن. بعدين حطينا الشبت، طبعا اي حاجة فيها اسماك بتحب الشبت جدا. وبعدين هحط الكابري. هبدأ اعمل طبقات تانية من التوست والجبنة والشبت والكابري. هنقلب كيكة الصمام في النيل بتاعتنا كده، برضو هكمل بالجبنة الدومتي الكريمي. هعمل كده، هدهن كل الوش بتاع التورته بتاعتي والجناب كلها. هبدأ اغطي الكيك كلها بتاعتي بالسالمون المدخن. هعمل وردات عشان اعمل بيها الديكوريشن اللي على الوش او الديكور بتاعي. هعمل الوردة والفها بالطريقة دي، هحطها هنا. بالكابوريا دي موجودة في السوبر ماركت عادي، بتتقطع شرايح بالطريقة دي. ده جالي تلميع، جالي تلميع مش هو الجيلاتين. جالي تلميع ده بيبقى موجود في الاماكن بتاعة بيع لوازم الحلويات. هو مش مسكر، هو طعمه عادي، ممكن يستخدم مع الحلو ومع الحادق.